المغرب دولة تحترم حق الطفل في العيش الكريم، وفرت له مجموعة ديال الظروف والإمكانيات اللازمة إدماجهم في المجتمع بشكل جيد. تنظيم المسابقة الوطنية في فن المرافعة في مجال عدالة الأحداث، استفدنا من خلالها مجموعة ديال الأمور. أولاً كتعرف فن المرافعة، أيضاً كتدرس طرق دراسة القضية، وأيضاً كتوضع خطة للدفاع، وأيضاً حتى كتعلم حتى الأسلوب ديال جذب انتباه القاضي في إطار الدفاع ديالك، وخصوصاً على صغار الجانحين. من خلال خصوصية الأحداث الجانحين المتمثلة في ضعف تكوينهم النفسي وفي ضعف تكوينهم الجسدي، خلى المشرع المغربي أنه يعطيهم مجموعة من الحقوق انطلاقاً من مرحلة البحث التمهيدي، مروراً بمرحلة التحقيق إلى غاية المحاكمة أمام الجهات المختصة. هذه الحقوق كاستعانة بمحامي ومجموعة من المقتضيات، كتوفير التغذية، توفير المساعدة الاجتماعية، سرية الجلسات، هذه كلها حقوق تخدم المصلحة الفضلى للطفل. كنتمنى أن يكونوا عندنا محامين متخصصين في مجال عدالة الأحداث، لأن صراحة هاد الصغار الجانحين هم في حاجة إلى من يحتضنهم، إلى من يترافع عنهم، وذلك من أجل مستقبل آمن.